من حدائق الأنطونيادس والمنتزه والحديقة الدولية. إحنا يومنا هنا في اسكندرية يوم مختلف، شم النسيم يعني اسكندرية، يعني قطر المفاجآت اللي بيجي من القاهرة ووصل لاسكندرية جايب لنا المئات من الزوار اللي اعتادوا أن يقضوا اليوم المميز الاستثنائي ده في العاصمة التانية اسكندرية، اعتادوا أن هم يستمتعوا بالحدائق والمتنزهات اللي موجودة في اسكندرية، سواء كان في حدائق المنتزه، في حدائق الشلالات، حدائق عامة أو حدائق خاصة، أيضا الحديقة الدولية اللي فيها كل ألوان الاستمتاع بين الفرق الموسيقية اللي بتعزف، أيضا الأجواء بتاعة تلوين البيض ومهرجانات للأطفال. الأندية كمان استعدت بالحفلات والمهرجانات وإعداد، يعني نقدر نقول وجبات رمضان. لكن لما نتكلم عن اسكندرية يعني الشواطئ، الشواطئ يعني 26 شاطئ سكندري استعدوا من إمتى؟ بيعتبروها بروفة نهائية لفصل الصيف، يعني من النهاردة بداية فصل الصيف هنا في اسكندرية. الشواطئ ممتدة من المنتزه لغاية العجمي. السنة دي كانت في استعدادات بدأها سيادة اللواء أحمد حجازي مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اللي قال لنا في تصريح خاص لإم بي سي مصر إن النهاردة أضاف 7 شواطئ مجانية. يعني بنقول اللي لسه ما وصلوش وبيفكروا إن هم يستمتعوا بعطلة نهائي شم النسيم ينزلوا في 7 شواطئ مجانية ممتدين. هنا إحنا واقفين في شاطئ العصفرة، هم ممتدين من أول المنظرة لغاية الهانوفيل وغرب اسكندرية، المكس وغرب اسكندرية. كمان في 17 شاطئ آخر الخدمة لمن يطلبها. يعني الخدمة لمن يطلبها؟ يعني اللي حابب يدفع ثمن الشمسية 5 جنيه مبلغ رمزي. طيب هنا بس قبل ما المعلومة دي بس تتوه على الناس، عايز أعرف بس الـ7 شواطئ اللي هم المفتوحين مجانا بالنسبة للناس اللي هتيجي عندكم النهاردة إن شاء الله تستمتع باليوم. الـ7 شواطئ المفتوحين مجانا عندنا بنبدأ من شرق اسكندرية، عندنا شاطئ المنظرة، عندنا أيضا شاطئ سيدي بش، عندنا نمتد السرايا، جليم، نمتد غربا بقى عندنا المكس والدخيلة وبقى شاطئ الهانوفيل. دي كلها شواطئ مجانية، اللي حابب ياخد شمسيته وياخد أسرته، حابب يستمتع بالشمس اللي النهاردة فيها يوم ربيعي جميل، يستمتع ويقعد ويقضي وقت لطيف. الشواطئ الأخرى بخدمة رمزية يعني نقدر نقول بيقدموها. كمان مش الشواطئ بس، الشواطئ متوفر لها كافة الامتيازات. كافة الامتيازات يعني مسعفين. لأول مرة اسكندرية يعني توقع بروتوكول مع كلية التمريض عشان توفر مسعفين من خلال غرف مجهزة على الشواطئ، عشان لا قدر الله لو حصل أي شيء يتم تداركه فورا. أيضا مديرية الصحة موفرة سيارات إسعاف متمركزة بطول أنحاء اسكندرية تتحرك فورا يعني لإنقاذ أي شيء اللي نتمنى إن ما يحصلش فيه أي ظروف خارجة عن يعني الطبيعية والجمال اللي بيستمتعوا بيه. أيضا لأول مرة يكون فيه منقذين، يعني مسعفين ومنقذين. المنقذين دول طلبة كلية التربية الرياضية اللي تعاقدوا معاهم عشان يكونوا موجودين وماسكين صفارتهم، واعتقد الكاميرا جايباهم على الشاطئ دول علشان المواطنين اللي ما بيجدوش السباحة واللي اعتبروا النهاردة بداية فصل الصيف. احنا رصدينهم تقريبا من الساعة 7 الصبح، ابتدوا ينزلوا يستمتعوا بمية البحر ويعوموا ويركبوا البدلات، واعتقد الاستمتاع ده ممتد لنهاية اليوم. لما نتكلم كمان عن مديرية الصحة عاملة رقابة على المحلات بيع الأغذية، اعدمت اكتر من يعني ما يقرب من اكتر من 250,000 طن من الاسماك الفاسده. يعني نقدر نقول زوار اسكندريه كله سمك صحي موجود في اسكندريه، بس ما يعني يسيبوا الاماكن نظيفه. نظيفه دي دور محافظه اسكندريه، ومحافظ اسكندريه وقع عقد قبل ايام مع اكبر شركه صينيه للنظافه، هتبتدي بدات عملها تقريبا من امبارح ومستمره النهارده. ابتدت تنظف الشواطئ والشوارع، كمان الطلبه ومنظمات المجتمع المدني من اول الصبح بينزلوا يعني يوصلوا أكياس لجمع النفايات والقمامة من الشواطئ عشان نسيب اسكندرية نظيفة زي ما هم المصطفين وزوار اسكندرية اللي إدارة المرور النهاردة مكثفة جهودها وقالت أنه وصل على البوابات لغاية دلوقتي أكتر من 1.5 مليون زائر لاسكندرية. يعني زوار اسكندرية اللي جايين من المحافظات سواء عن طريق القطارات قطار المفاجآت، وأيضا اللي جايين بسياراتهم الخاصة وصلوا اسكندرية وبيستمتعوا بالشواطئ والمتنزهات. غرفة العمليات كمان بتتلقى أي بلاغات. حديقة الحيوان فاتحة من الساعة تقريبا 8 الصبح وبتستقبل الزائرين. موجودة الشرطة بكثافة، التواجد الأمني مكثف، الشرطة النسائية كمان موجودة
عشان اسكندرية ترفع شعار وداعا للتحرش. ما فيش تحرش في اسكندرية، في أمن وأمان، في استمرار لفترة الأعياد اللي احنا مستمرين فيها بقالنا 3 أيام اللي هنينا فيها إخواتنا المسيحيين في الكنائس. كمان النهاردة المسيحيين والمسلمين وزوار اسكندرية من كل المحافظات بيستمتعوا معنا يا هشام على الشواطئ الجميلة اللي احنا موجودين فيها، بيستمتعوا بالشمس والمية وأكلات شم النسيم الجميلة. أعتقد أنه هو يوم استثنائي في مصر وكمان استثنائي في اسكندرية، اللي بتقول لهم أهلا بالزائرين وكل سنة وكل المصريين طيبين. كل سنة وانت طيبة يا منى، بشكرك شكرا جزيلا على متابعتك المميزة جدا، شكرا جزيلا.